أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لعب الأطفال التي في شكل حيوانات من حجم كبير؟ وما هو حكم الصور الكرتونية في كتب المدارس وغيرها من الكتب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنهم يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، ويجعل له بكل صورة. يوم القيامة يكلفون أن ينفخوا الروح في هذه الصور، وليسوا بنافخ الروح، لأن هذا من شأن الله عز وجل، لكن هذا من باب التعذيب والتعجيز لهم. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ومن صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، ويجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. تصوير خطره شديد، لا يجوز للإنسان أن يحترف التصوير أو يبيع الصور، بيعها حرام وشراؤها حرام، وجعلها في البيوت حرام. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، إلا الصور الممتهنة التي تداس ويجلس عليها، هذه ليس لها حكم. أو الصور الذي يحتاجها الإنسان لضرورياته، مثل جواز السفر أو البطاقة الشخصية، إثبات الشخصية، هذه ضرورية يحتفظ بها الإنسان لأنه محتاج إليها في أموره التي هو لا يستغني عنها. والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه ضرورة. أما اختيار الصور في الاختيار من غير ضرورة، بل من باب الفن أو من باب الذكريات، أو هذا لا يجوز الاحتفاظ بالصور سواء للأطفال أو لغير الأطفال، ما دامت إنها صور حيوانات أو صور آدميين، كل ما فيه روح لا يجوز تصويره، ولا يجوز استعمال صورته للأطفال ولا لغيرهم. نعم.